السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد فترة غياب هنستكمل دروس بلندر نسخة 3، والنهاردة الدرس هيكون منقسم لأربع أقسام. القسم الأول هنشوف الريندر وبعض التركات في الريندر، والقسم الثاني خاص بموديلنج لمنتجات التوي. خلينا أول نبدأ بأول نقطة، الموديلنج. هبدأ بالمونكي. هضيف السب ديفاين سيرفيس هنا وليكن هكذا. طيب انا لو ذهبت الى الشيدنج، في بعض التركات اللي هنتكلم عنها. اول تركة ازاي يكون اللايت او المود للايت ريم لايت عن طريق الشيدر. اولا البيز كولر هيكون بهذا الشكل، هستخدم الاي في وامبنت اوكلوجن سكرين سبيس ريفليكشنز ممتاز جدا. انا بقول ان اللايت مفترض يكون زي اللون الاصفر ده كده، ولكن في الجيومتري ككل، فاضيف اميشن والكلر هيكون باللون هذا اللون. سترينث وليكن 11. حتى الآن لسه ما ضفناش أي ميكس بين الاتنين، فهضيف layer weight بعدها color ramp والاتنين هنربطهم ببعض facing وهكذا. ده حتى الآن كلام سليم جدا. البند بلند هيكون 0.2. طيب هنعدل بقى الجزء ده هكذا. خلينا نجرب بي سبلاين. هنجرب كونستانت. هو لينير يا طيب الميكس من الاثنين، في ميكس شيدر هنا الاميشن وهنا البرنسبل، والاثنين عن طريق الكالر هيدمجوا مع بعض. وصلنا لدرجة معقولة، ولكن هنجرب اللايت أكتر من مرة لحد ما نوصل لدرجة معقولة. أنا بستخدم طبعا نود رانجلر من البريفرنس في الأدون، بستخدم النود رانجلر ليه؟ بتوفر على بعض التركات. يعني لو ضغطت كنترول شيفت فبيظهر لي فقط اللير دي. دي النتيجة اللي احنا عايزين نوصل ليها، ان اللايت يكون ريم لايت حول الشكل عن طريق الشيدر من كل الاتجاهات، فاللايت بيحدد الشكل بهذا الشكل. فعن طريق التحكم في اللايت من الكالر رامب طبعا بي سبلاين، فممكن نوصل لدرجة معقولة قريبة من المطلوب. هنسيف على كده، وطبعا ممكن نضغط كنترول بي كنترول جي، وده كده يكون جروب، بحيث ده الانبوت يكون الكالر
لو ضغطنا تاب ده كده جروب هنسميه وليكن لايت رابت نضغط انتر. الكالر طبعا ممكن يتم تغييره لأي كالر كالتالي. دي كانت أول نقطة. النقطة التانية في اللايت، احنا لو في سايكلز فليكن وليكن في كيوب بهذا الشكل، فأضيف هنا الكيوب ده كده أعمل له سكيل وليكن 8 مرات. هحذف هنا كده الفيس ده كده هنحذفه، وهنضيف هنا كاميرا بعد كده هضيف هنا اكتر من لوب كات هكذا. ممكن اضيف الواير فريم موديفاير واير فريم هكذا، هنزود السخانة شوية حتى ممكن نضيف أكتر وليكن 7. طيب اللي عاوزين نوصل له بعد ما نزود التخانة هنا وليكن 0.5، وممكن طبعا نضيف سبليون سيرفيس ولكن لربما البرنامج كراش. طيب انا عايز اوصل ان هضيف هنا الاميشن، وانا طبعا في النود رانجلر هضيف شيفت اس من الشيدر هضغط على الاميشن، وهنا الاميشن يكون ولكن بهذا اللون والسترينث 6. طيب خليني اذهب هنا كده. طيب انا في السايكلز زي ما احنا شايفين انا ده في الاي في، خلينا نرجع للسايكلز. الكالر ازود الاسترنس شويه، الكالر فلات ما فيش اي جلو اللي هو البلوم افكت مش موجود في السايكلز. ازاي احصل على السايكلز؟ اولا هعمل رندر وليكن ب 100 سامبل ونشوف النتيجة. بعد ما الرندر ينتهي هننتقل مباشرة إلى قائمة الكومبوزيتنج. طيب هنقفل القائمة ديت وأذهب مباشرة إلى الكومبوزيتنج. هختار يوز نود بعد الرندر لاير هضيف جلير ثم كنترول شيفت، هيكون فينا فيور في 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 وهكذا. طيب اذا اي ميشن شيدر يتحول هنستخدم فيه جوست وليكن فجلو اللي هو الجلو افكت. هو دلوقتي المفترض يتحدث ده السمبل ستار ستريك فوق جلو سيمبل ستار. لو اخترنا الفوق جلو هاي يبقى ده حصول على طبعا السايز اكتر حاجة 9، اقل حاجة 6 على حسب السايز. طبعا التريش الميكس كده بيظهر بس اللايت ويختفي كل حاجة ما عدا اللايت. خلينا 0، لو شافنا التأثير ده هو المطلوب تمام. ممكن نقلل السايز شوية نخلي 7. هذا بقى بعد كده فيو ريندر، مش محتاج ان انا اعيد اذهب الى الفوتوشوب او اي شيء. ده الصورة الفلات هنا كده الفيور نود بعد الكومبوزنج. يبقى انا كده عدلت الصورة من غير ما انقلها الى الفوتوشوب
أو أي برنامج تاني. دي كانت النقطة التانية في درس اليوم. طيب خليني أنقل كل الكلام ده لـ old هتخيل ان عندي سفير. ازاي نحصل على اكتر من صيغة او اكتر من لوك او unlimited لوك بصورة واحدة؟ ده كده سفير، ده اللون للسفير ميتال. ميتاليك والرفنس قريب من الزيرو وليكن 5%. مبدئيا طبعا ما فيش لايت، فالصورة او السفير دي تكون بلاك. ممكن اضيف HDRI، فانا ضفت HDRI بهذا الشكل، دي اصبح عندي الريندر. هضيف طبعا بلين اختار كده البلين اكسترود في الزد كنترول بي. طيب خلينا نشوف، نختار الكاميرا كنترول الت زيرو ونذهب. انا دلوقتي بستخدم الاي في، مستخدم السايكلز. طيب عموما القيمة واحدة في الاتنين. التركان انا هذهب هنا الى شيدر ايتور وورلد، هضغط كنترول تي. في حاجتين عشان احصل على، مش محتاج اني اضيف اي لايت او اغير الاتش دي ار، هي باتش دي ار اي واحدة هحصل على ميت لوك. في ازاي احصل على؟ اولا مبدئيا الروتيشن، الروتيشن حول الزد 90، بغير هنا وليكن 200، فبغير الإضاءة لأن طبعا اللايت بيتحرك. بعد كده ار جي بي كيرفز، الار جي بي كيرفز بعدل الألوان زي ما أنا عايز. طبعا ممكن في الاكس يكون في روتيشن، وهنا وليكن 360. دي اول نقطة. طبعا الكالرز هنا اعدلها زي ما انا عايز. اضيف بعد الار جي بي كيرفز ممكن اضيف هيو ساتوريشن وازود الفاليوز للهيو والساتوريشن. كل روتيشن للـ HDRI بحصل على لوك مختلف تماما زي ما احنا شايفين. دي كانت تركة رقم 3. رقم 4 عندنا الموديل 3، تستخدم هي أدون تستخدم مع النسخ الحديثة من بلندر 2.8 في أعلى لإنشاء تري بروسيجر بطريقة بروسيجرال بدون أي موديلنج على الإطلاق. ممكن تنشئ 200,000 شجرة بالليف عن طريق الموديلر تري. أولا أنا حملت من الرابط ده
هترك رابط في الوصف، حملت على حسب نظام التشغيل ده طبعا السورس اللي عايز تطلع عليه، في الويندوز والماك ولينكس، حملت لينكس مباشرة. هذهب من الفايل او الايديت يوزر بريفرنسز ثم ادون وي انستال فايل. فبعد فتح الملف هنلاقي فيه موديولر 3 وده الرابط للملف، هضغط من جينيريك موديولر 3. ممتاز جدا كده، انا فعلت الادون ثم نذهب في اللي اوت. احنا هضغط على كل الموديل كل الاوبجكتس و اولد 2 انتر. طيب هنا كده في موديولر 3 ام 3 اللي هي هنا كده. طيب اضغط نيو دي 3 نيو. في التول في التول طيب بعد محاولات عدة الأدون هو اللي هتشتغل في بوينت 3 النسخة الأخيرة اللي هي 4. طبعا هسيب اللينك الأدون في الوصف. بنبدأ بالتري ميشر من هنا، الميشر بعد كده الترانك بعد كده البرانش. طيب وليكن السيد هنا 5. طبعا هنا الأدون اتطورت عن النسخة اللي قبل كده مراحل. اللينس طبعا هنا خلينا الترانك واللينس، هنا اللينس 14 ممكن نقول اللي هو 5 متر فقط، كله طبعا اوتوماتيك بيكون كل الأدون بتتحدث اوتوماتيك في الخلفية. يعني لو قلت مثلا اللينس 7 متر 7 متر، السيد بزود الرقم هكذا. ده اسم التري. حتى يعني مثلا لو انا ممكن اضيف ليفز، وطبعا نازلين بالماتيريال طيب بالنسبة للترانك انا ممكن اضيف لي ماتيريال دي الليف ودي الليف التويك بارك زي كده، فاوتوماتيك بيضاف له الماتيريال. دي طبعا أسهل طريقة لإضافة التريز والشجر في بلندر. يعني ممكن هنجرب نعمل دوبليكيت. لو هنضيف شجرة تانية نفترض من نيو نود تري ونسميها نيو، بعد كده كالتالي ممكن كنا ننسخهم، ولكن دي تري ميشر، بعد كده السترونج، بعد كده طبعا الموضوع سهل جدا البرانش ونوصلهم ببعض. نبدأ بالتري، بعد كده التري جنريت تري جي في الاكس مختلفة عن التانية.
فاللي هي ديت هنزود اد ليف دي اللي هي الجديدة، واللينث هيكون وليكن 9، ده السيد. طبعا كل الحاجات دي بالنسبة لي الليف يعني الأفرع. خلينا نجرب الأفرع. الريزوليوشن اللي ستارت ولكن بوينت 3، تبدأ من هنا كده. ممكن اللي ستارت من بوينت 05 على حسب. ده اللينس ولكن 6، يعني الموضوع بسيط جدا، كل شيء متاح نغيره. كده انتهينا من درس اليوم. الدرس القادم ان شاء الله نتحدث عن بعض التريكس في الموديلينج.